التمرين. تمام. حضرتك يا فندم احنا بقالنا 5 ايام نايمين في الشارع قدام وزاره التعليم العالي. حضرتك الوزير يوميا قاعد فوق والناس اللي طلعوا مكتب الوزير فوق في الدور العاشر صوتنا واصل لعندهم. لما كنا بنهتف وهم طلعوا صوتنا واصل، ولما نزلوا علينا لنا صوتكم في ودانا. معنى كده ان التنسيق سامع كلامنا وسامع كل حاجه احنا بنقولها. 5 ايام حضرتك تمرين مش طبيعي، مش مطالب، ما عندناش مطالب، دي حقوق. حقوقنا مش المفروض اعمل كده عشان اخدها. حضرتك دي حقوقي، حضرتك تجيبها لي من غير ما انا اجي اعمل كده. حضرتك ده حصل حد ادنى ما مرش في تاريخ الجمهوريه. 401 هندسه موحدة على مستوى الجمهورية، جامعة المنصورة، جامعة القاهرة، جميع جامعات جامعات الجمهورية، حتى أدنى موحد. اللي ما لقاش هندسة، اللي ما لقاش هندسة، ملوش هندسة تاني. لا حضرتك بالنسبة للسنة 99% استفز الحضارة، 99% يجيله إعلام، يجيله زراعة، يجيله علوم. ليه حضرتك؟ 99% دي كانت بتكتب ويدخلها مرتاح. دلوقتي احنا حضرتك مالناش مطالب، احنا قلنا اللي عايزين ناخدها. خفض الحد الأدنى بيتناسب مع الطلاب. تاني حاجة السيفاء النسبة اللي اتفق عليها واللي خدناها من اللوائح، اللي خدناها من مستر التنسيق، اللي تكون هي دي النسبة اللي تخش، لأن النسبة دي حصل فيها خلل كبير جدا. ما خدناش من 5% دول غير تقريبا 1 أو 2%. الإمارات لوحدها ليها 1%، 1400 طالب جايين من الإمارات، فوق 700 طالب استقبال. ازاي حضرتك 1% 700 طالب استقبال؟ واحد الطلاب المنظمين هنا بقالنا 5 ايام. احنا مطالبنا بخسارة، احنا جالنا نتيجة التنسيق بتاعنا، لكن اغلبنا جاله استفزاز الغضب. جالنا نتيجة التنسيق بتاعنا فيها ظلم كبير، وده باعتراف من الناس من جوه الوزارة نفسها. فاهم، انا في ناس معايا جايبة 98 وجالها استفزاز الغضب. بقالنا 5 ايام هنا، مفيش الا امبارح لما قطعنا الطريق لمدة ربع ساعة، عرضوا علينا ان احنا نطلع فوق. وفي مصدر مسؤول من مكتب الوزير صرح ان التنسيق احتمال يتعاد، وان التنسيق ده كله فيه اخطاء واعترف كده فعلا، لكن مفيش حاجة لغاية دلوقتي. احنا بقالنا اسبوعين اهو الجامعة بدأت، واحنا لغاية دلوقتي ما لقيناش ولا عارفين. في ناس مجاميعها واطية دخلت كليات قمة، وناس مجاميعها عالية ودخلت كلية تجارة ومعها خاصة. فلازم نشوف حل للتنسيق الواقع. احنا هنفضل معتصمين هنا لغاية ما نتيجة، لغاية ما نشوف حل للموضوع ده. بكرة موجودين هنا، ويوم السبت ان شاء الله هنكون موجودين في مركز العالم.